المباراة أول شيء يعني بالعادة دائما لمباراة الوحدات والفيصلي عمرها ما خضعت لنتيجة معينة، دائما مرات بيكون الفيصلي بس وحالاته بفوز على الوحدات والعكس كذلك، بس إن شاء الله ربنا يسهل الأمور والوحدات تفوز 2-0 في المباراة هاي إن شاء الله. هي مباراة ديربي زي ما هو معروف، طبعا الفريق الأهدى وبالملعب ومرتاح نفسيا ومعنويا هو أقرب للفوز، وإن شاء الله يعني ربنا بوفق الشباب، هاي الشباب معنويتهم عالية وتمارينهم ما شاء الله أحسن من هيك ما فيه. مباراة صعبة عكس ما بيحكوا الناس إنها سهلة على الوحدات، صعبة على الفيصلي، المباراة صعبة على الفريقين. أنا متوقعها 3-1 للوحدات بإذن الله، وراح تكون من أجمل المباريات اللي بيلعبها الوحدات هذا الموسم. مباراة صعبة على الفريقين راح تكون، بس أتوقع أنها سهلة على جمهور الوحدات، نتمنى حضور جماهيرنا وتشجيع لمدة 90 دقيقة، وإن شاء الله المباراة راح تنتهي 2-0 للوحدات. أول هاي مباراة ديربي ما بتخضعش لأشي اسمه منطق، الوحدات بكون أقوى يعني أفضل حالاته الفيصلي يفوز عليه، الفيصلي بكون أفضل حالاته الوحدات تفوز عليه، بس إن شاء الله أتوقع أنها يعني تكون 2-1 أو 2-0 للوحدات. بس أول إشي إحنا بدنا نعكس، شايف أنا المباراة هاي فيها ضغط كثير جماهيري من جهة الوحدات وجهة الفيصلي، إحنا بدنا نوري الإعلام العربي انه بعكس كل اللي عم بنزل على على المواقع الالكترونيه، وان شاء الله كوني وحداتي بتمنى ان شاء الله 2-0 للوحدات، بتوقع 2-0.